تحية رياضية مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تابعونا بافتتاح المرحلة 18 من دوري الفا لكرة القدم وبمباراة منا مثل كل المباريات بالتأكيد، العهد بضيافة الإخاء الأهلي علي بهدف الحفاظ على الصدارة رغم كل الصعوبات يلي بيعرفوها الأهداويين قبل بداية هاللقاء وهن يلي عم يتحضروا لمهمة آسيوية جديدة بالأسبوع المقبل، تركيز العهد بين مباراته اليوم وبين الساحة القارية، لكن بنعرف كثير منيح إنه العهد تحت الضغوط فريق دائما حاضر وجاهز. زي دي تشكيله الاخاء الاهلي علي امامنا على الشاشه، شكر وهبه بحراسه المرمى، نادر مروش، احمد عطوي، ربيع هوبري، ابراهيم خير الدين، محمد ابو عطيه، محمد حمود، سعيد عواضه، هشام رموش، احمد حجازي، والكسي خزاقه. مباراه من دون شك فارس بتوضع كثير من الضغوط على العهد، مباراه منا سهله ابدا على بطل لبنان، بنعرف انه الاخاء الاهلي علي فريق بيرفض يخسر على ارضه وهو ملك التعادلات بعشر تعادلات لحد الوقت. مساء الخير شربي ومساء الخير كمان لكل مشاهدي الام تي في، مباشره نحن معكم من ملعب امين عبد النور بحمدون، تشكيله فريق العهد، مهدي خليل بحراسه المرمى، نور منصور، خليل خميس، علي حديد، حسين دقيق، مهدي فحص، عيسى يعقوب، ومحمد حيدر، ابراهيم اتيوب، حسن شعيط توموني، وادريس كوياتي. هاي التشكيله الاساسيه لفريق العهد، يلي بيعرف فريق العهد انه هيدي عقبه كثير مهمه لازم يتجاوزها اذا بده يروح للقبه السادس ببطولة لبنان، بينما فريق النجمة وجمهور النجمة الكبير متأمل اليوم انه يكون في اي عرقلة من فريق الإخاء لفريق العهد، يرجع فريق العهد بتعادل او بخسارة لبيروت. حكام المباراة محمد عرفة الحكم الأردني الدولي يلي عم بقود المباراة اليوم، بعينه اللبنانيين علي المقداد، سليم سراج، ومحمد درويش. هيدا بالنسبة لهالمباراة، وبالنسبة لنرجع منقول فريق الإخاء اللي عم بيقدم واحد من أفضل مواسمه شربل على الإطلاق، فعلا منه الحصان الأسود، هو فريق منافس، وخير دليل على كلامنا هو إنه فريق الإخاء لهلأ تلقى خسارة واحدة بس مقابل ولا خسارة لفريق العهد، يعني كأرقام خسارات قراب كثير من بعض، والأرقام تحكي عن حالة بطبيعة الحال. فارس الإخاء الأهلي عليه كان عم يوصل للمباراة ال 18 من دون خسارة بجميع المسابقات بعد تعادله بالمرحلة الماضية أمام التضامن الصور بنتيجة 2-2 على هالملعب بالتحديد، مثل ما قلنا فريق عنيد بيرفض كثير إنه يخسر على أرضه ومصر اليوم على تحقيق نتيجة إيجابية لحظة انطلاق المباراة والكرة الأولى مع الفريق الجبلي يلي هو عم يبدأ مهاجما من يمين الشاشة إلى يسارها بالطعم الأحمر والأبيض بالمقابل الصفا بألوانه التقليدية اللون الأصفر. نور منصور بالخلف اليوم، شريكه بخط الدفاع رح يكون خليل خميس مش علي السعدي. مهدي خليل بيلعب الكرة للأمام، العهد بطبيعة الحال العهد التغييرات يلي عم نشوفها على تشكيلته الأساسية اليوم تحديدا وجود هيثم فعور وأحمد زريق فارس على مقاعد البدلاء، الهدف منها من دون شك إراحة اللاعبين أمام العهد، استحق مثل ما قلنا بكأس الاتحاد الآسيوي بمواجهة المنامة البحريني وهو يلي كان بدأ مشواره الآسيوي بالتعادل 1-1 مع الزوراء العراقي بمدينة كمين شمعون الرياضية، تعادل غير مستحق كان لأنه العهد كان بيستحق أنه يفوز بهاللقاء. محليا الكرة الأهدوية وانطلاقة إبراهيم أديوب بيلعب اتجاه إدريس كوياتي بوسط الملعب، محمد ابو عتيق، التمريره الاماميه دائما البحث عن السريع، احمد حجازي، وما بين احمد حجازي والكسي خزاقه ثنائي هجوم الفريق الجبلي 15 هدف سجلوا لحد الوقت، خطوره كثير كبيره عند اللاعبين دائما بتكون حاضره، مع كره اماميه من الحيدر تروح لابراهيم اديوب داخل منطقه جزاء، الكره مقطوعه الى ركله ركنيه اولى باللقاء، هون بالاعاده عم نشوف كان في مطالبه بلمسة يد على خليل خميس، لإعادة مرة جديدة الحالة، ركلة ركنية كانت تنفذت، كرة ملعوبة باتجاه حسين دقيق بالخلف، الدقيق بيلعب الكرة الأمام إلى داخل المنطقة باتجاه نور منصور، خطيرة للعهد مع التسديدة إلى جانب المرمى. مثل العادة فارس العهدويين دائما ببلشوا بعملية الضغط بمحاولة لإرباك خصمهم
لكن بانتظار ردة فعل الإخاء الأهلي عليه بعد مرور دقيقتين والخطورة العهدوية اللي كانت موجودة باللقطة الأخيرة مع نور منصور تحديدا. يعني اليوم الفريق مين ما كان يكون بده يلعب مع فريق العهد وحافز فريق العهد أكيد أكثر للقب البطولة، بده يجرب يمتص هالفورة العهدوية ببداية المباراة. اليوم الفريقين بيعرفوا كثير منيح إنه هيدي بروفا إذا بدكم لمباراتهم المقبلة وقت يرجعوا يلتقوا بالدور النصف نهائي من مسابقة كأس لبنان، وفي ركلة حرة لصالح فريق الإخاء الأهلي علي من مكان خطر كتير كتير كتير. فريق العهد عم بيعترض على هالكرة، عم بيعترض على هالقرار. حسين دقيق عم بيطلب من الحكم الأردني محمد عرفة أنه يتوجه عند الحكم المساعد سليم سراج وياخد رأيه بهالكرة. خطأ الحكم الأردني وبطاقة الصفرة كمان عم بتقوم بهالوقت لخليل خميس، الإنذار الأول بالمباراة. خليل خميس انذار مبكر عم بيكون بعد الخطأ على هداف الإخاء الأهلي علي أحمد حجازي المعار من فريق العهد. بالإعادة بنرجع بنشوف الخطأ يلي صار هون، الحكم المساعد ما رفع رايته، مشان هيك فريق العهد عم بيعترض إنه الحكم المساعد ما رفع رايته، يعني ما أخذ بقراره. أكيد الحكم الرئيسي منه مضطر أبدا ياخذ بقرار الحكم المساعد. عبد الوهاب ابو الهيل اللي عم بيقدم موسم استثنائي مع فريق الإخاء الأهلي علي، هذا الفريق الجبلي الفريق الرائع فعلا، اداره لاعبين جمهور اللي عم بيشتغلوا ليل نهار. وركله حره هل راح يتمكن أليكس خزاقة انه يفتتح التسجيل من هالكره او ابو عتيق راح يسدد؟ واحد منهم مكان اكثر من مناسب لفريق الإخاء ليهدد مرمى فريق العهد ببدايه المباراه. كره بتبعد حوالي 18 متر عن مرمى العهد. مهدي خليل عم بيوجه اللاعبين، أليكس خزاقة بيتقدم بيسدد وبيخلص مرمي. في خطا الحكم بيقول في خطا وفي تسلل على هالكره، بس الخطر كان موجود. وفعلا الاختبار الاول بالاعاده، أليكس خزاقة سدد وكرة هون القائم إذا بدكم ومهدي خليل بالإعادة. خلينا نشوفها كمان مرة، ومهدي خليل يلي عم يبعد هالكرة بإنجاز كتير كبير ليحرم فريق الإخاء الأهلي علي من افتتاح التسجيل. توقعوا مباراة مجنونة من الطرفين، مباراة كبيرة من الفريقين، من فريق الإخاء ومن فريق العهد، ومن الصعب جدا شربل نتكهن مين بده يفوز. فريق الإخاء فريق عنيد كثير على ملعبه، وفريق العهد بيعرف انه مشوار اللقب السادس بتاريخه لازم يمروا من بحمدون عبر فريق الإخاء الأهلي علي. والدليل على كلامك فارس انه الإخاء ما خسر على ارضه باخر 8 مباريات، بالمقابل العهد كان عم يحقق 9 انتصارات متتالية بدوري ألفا من وقت تعادله بالمرحلة الثامنة سلبا مع طرابلس. العهد كان عم يحصد الانتصار تلو الآخر، فارق نقطة بينه وبين النجمة وحالة ترقب كتير كبيرة بالسباق للقب. والسؤال الكبير يلي طرحناه اليوم، مين رح يتعثر بالأول أو رح يضلوا الفريق جنبا إلى جنب ماشيين إلى المباراة الحاسمة، إلى قمة اللقب قمة الحسم؟ هيدا هو السؤال العريض، وكتار يمكن من النقاد بيقولوا انه الاخاء الاهلي عليه هو عقبه امام العهد وامام النجمه. راح يكون النجمه يلي بتنتظره ايضا مهمه غير سهله خارج العاصمه هالاسبوع، هو بختام المرحله 18 عندما راح يقابل السلام زغرتا بالمرداشيه الساعه 4 يوم الاحد. مباراه راح تشوفوها مباشره عبر ام تي في، بكره اكيد راح اكون معكم ايضا بالنقل المباشر بلقاء الصفا والانصار الساعه 3 الى 3 ايضا مثل اليوم، ومن نفس الملعب ملعب حمدون البلدي. بالوقت يلي حاليا الكره بالخلف ربيع هوبري بصراع كان مع ادريسا كوياتي، بتروح لعند ابراهيم ديوب، عم تنتقل عند مهدي فحص، محمد حيدر النجم المتالق بالاسابيع الاخيره، عيسى يعقوبو من جديد للخلف، عمليه بناء الهجمه بالطريقه التقليديه العهدويه، بتمر من الدفاع الى الوسط. هيدا علي حديد يلي عم يحل اليوم مكان حسين زين الموقوف بمركز الظهير الايمن. عيسى يعقوبو، مهدي فحص ايضا عم يتدخل على هالكره، وخطا كان من سعيد عواض على مهدي فحص. 7 دقائق مروا، التعادل السلبي هو المسيطر.
الاهلي عليه مثل ما ذكرنا حاليا بالمركز الرابع ب 28 نقطه بعد 17 مباراه، 6 انتصارات 10 تعادلات خساره واحده للفريق الجبلي. هون بالاعاده عم نشوف الخطا يلي ارتكبه سعيد عواضة على مهدي فحص، ايضا احمد عطوي بيشتت الكره بترتد من ربيع للحمود، ايضا علي حديد عم يقطعها، شعيت وموني بيحاول يهرب على الجهه اليمنى، جميله جدا مع ادريسا كوياتي، هالوان تو موني ممكن يدخل منطقه الجزاء بالفعل، هذا عم يعمله موني، خطيره جدا مع الكره العرضيه، الكره العرضيه وبطريقه فنيه حاول ابراهيم الديوب يحولها الى الشباك الجبليه، رائعه جدا الجمله الكرويه على الاهدويه، كيف انبنت، كيف كانت انطلاقه موني، كيف كان الوان تو مع ادريسا كوياتي، رح تشوفوا هيدي هي اللقطه، الوان تو راح موني هرب هرب هون داخل المنطقه امام نادر مروش، والكره العرضيه كانت لابراهيم ديوب، يحسب لابراهيم خير الدين طريقه ارتداده لمحاوله تغطيه ابراهيم ديوب، اجى من الظهير الايمن ليصير بمركز قلب الدفاع مع الكره ايضا لعند اليكسي خزاقه، اليكسي نادر مروش، والكره من جديد الى رمي التماس، حسن شعيت وموني، شوفوا الحصار، شوفوا الضغط الكبير يلي بيعملوه بوسط الملعب، ابو عتيق بخبرته الكبير كان عم يستقلص الكره دقيقه، عم يقطعها براسه، عم تروح عند مهدي خليل، سريعين بالارتداد، سريعين بالارتداد فارس لاعبي الاخاء الاهلي علي، بلحظه قد ما بيضغطوا بالوسط بيستخلصوا الكره بيحاولوا يروحوا بالهجم المرتدي، ودائما بمحاوله الاعتماد على الكرات الطويله وايصالها للسريع احمد حجازي يلي بلحظه بيقدر يهرب بظهر الدفاع. يعني بداية المباراة عم بتكون بعد مرور 9 دقائق حماسية جدا من الطرفين، عم نشوف سرعة بالأداء، سرعة بالتمرير، سرعة بالوصول إذا بدكم لمرمى العاهد ولمرمى الإخاء الأهلي علي، اليوم المباراة مثل ما توقعنا رح تكون حماسية جدا جدا جدا. ذهابا ضمن الأسبوع الثالث الفريقين كانوا عم يتعادلوا 1-1، الخسارة الوحيدة لفريق لخاء الاهلي علي بعد مرور 17 مباراة كانت قدام فريق النجمة، سجل 6 انتصارات 10 تعادلات، لخاء سجل 21 هدف ودخل مرميه 14 هدف، رصيده من النقاط 28 نقطة فريق لخاء الاهلي علي، بينما فريق العاهد سجل 12 انتصار 5 تعادلات، الفريق الوحيد يلي بعد ما تلقى اي خساره بدوري الفا، صاحب افضل خط هجوم مع 39 هدف وصاحب افضل خط دفاع مع 8 اهداف بصداره البطوله مع 41 نقطه فريق العهد. اذا بنطلع شوي ذهابا وايابا بنعرف انه المباراتين رح يكونوا قويه كثير، عيسى يعقوبو يلي هون عم بيتعرض للخطا، عيسى يعقوبو ومحمد حيدر بالتشكيله الاساسيه لفريق العهد ان اللاعبين الوحيدين اللي معهم بطاقتين صفر، بينما من ناحيه فريق الاخاء الاهلي علي احمد عطوي هشام رموش ومحمد حمود معهم ايضا بطاقتين صفر، المباراه المقبله لفريق العهد رح تكون بمواجهه فريق الصفا، والفريقين نفسهم رح يرجعوا يتقابلوا بالدور النصف نهائي من مسابقه كاس لبنان، بينما فريق التضامن صور بيواجه فريق النجمه بالمباراه النصف النهائي الثاني. احمد حجازي يلي بيرتكب الخطا هون على مهدي فحص، احمد حجازي المعار لفريق الاخاء الاهلي علي من فريق العهد، النتيجه الاعلى بتاريخ مواجهات الفريقين هي 5-0، العهد كان عم يربح بالدوري بال 2016 والاخاء عم يربح ايضا 5-0 بربع نهائي مسابقه كاس لبنان بال 2014. علي حديد بيتقدم لمحمد حيدر المتالق، محمد حيدر حلو كثير من عيسى يعقوبو، بيتقدم عيسى، بيتقدم بمرر على الجهه اليسرى لعند ابراهيم ديوب اللاعب السنغالي داخل منطقه الجزاء، بيرجع لعيسى يعقوبو حاليا على ارض الملعب اليكسي خزاقه وبكل روح رياضيه خارج الملعب، لانه اليكسي خزاقه مصاب على ارض الملعب. الفريقين تواجهوا لهلا بتاريخهم 17 مره بالدوري، العهد كان عم يربح 12 مرة، الإخاء بس مرتين، وتعادل كانت 3 مرات، هيدا بتاريخ مواجهاتهم،
واي غلطه اليوم شربل يعني اللاعبين على اعصابهم، خاصه لاعبين فريق العهد، الاخاء ما عنده شيء يخسره، ما راح يربح بطوله لبنان، ما راح يحتل مركز متاخر بالترتيب ابدا، بس العهد صار عم بفكر مثله مثل النجمه انه ممنوع الغلط. ممنوع الغلط بالتاكيد بهيك نوع من المباريات بهالمرحله الحساسه تحديدا من عمر الدوري، لكن العهد عنده هدف بمباراه اليوم وهو يوجه رساله للاخاء الاهلي علي بالبروفا يلي عم يخوضوها قبل لقائهم مثل ما ذكرنا بنصف نهائي كاس لبنان، وايضا الاخاء ممكن يعمل هالشيء ويؤكد حضوره وشخصيته امام العهد قبل لقاء من نوع اخر بمسابقه الكاس. بيعرف العهد انه اليوم اذا قدر يحقق نتيجه ايجابيه راح يخلي حسابات العهد تكون مغايره عندما يلتقوا بدور الاربعه لمسابقه الكاس، وهيدا امر اكثر من مهم بالنسبه للفريق الجبلي وهو يلي عم يطمح لتعويض اللي خسروا بالدوري طبعا السباق لللقب من خلال مسابقه الكاس. مع كره حاليا مقطوعه الى رمي التماس للاخاء الاهلي علي. احمد عطوي راح يكون على تنفيذ رمي التماس على ما يبدو راح يلعبها طويله الى داخل منطقه الجزاء. بالوقت يلي ابو عتيق بالانتظار وحيدا من دون اي مراقبه بوسط الملعب. عطوي بيلعب الكره الطويله باتجاه هشام رموش المغربي بيحولها براسه لداخل المنطقه ممتازه باتجاه الكسي خزاق، لكن مهدي فحص على مساره هو يلي ببعد الكره بحاول يوصلها لابراهيم ديوب. الكنترول من السنغالي الربيع هوبري المغربي وعم يقطعها بتروح لعند الغاني عيسى يعقوب واللاعبين الاجانب المميزين حاضرين بقوه بهالمباراه ان كان يعقوب وان كان ربيع هوبري اللي فعلا كان اضافه للاخاء الاهلي علي بخط الدفاع. هشام رموش كان وصل اللي عم نشوفه امامنا على الشاشه الى جانب محمد حيدر، كان وصل للاخاء بين مرحلتي الذهاب والاياب. الاجنبي الثالث ليونارد انطوني موجود على مقاعد البدلاء. اللاعب الغاني بالوقت يلي حاليا ابراهيم خير الدين عم يوضع الكره الى خارج ارض الملعب وعم يمنح كورنر للعهد. باسم مرمر والتفكير الدائم بالحلول عندما بتصعب المباريات وبتصعب الظروف. الكورنر تلعب من موني على مشارف المنطقه محمد حيدر راح يعمل الكنترول. الضغط عم يكون من ربيع هوبري على حيدر يلي بيحاول يهرب على الجهه اليمنى. نور منصور، نور منصور خلفه عم يحاول يغطيه لكن حيدر بيحاول ياخذ الامور على عاتقه وبيحصل على رمي التماس. عبد الوهاب ابو الهيل اللاعب السابق بصفوف الاخاء الاهلي علي يلي بيعرف كره القدم اللبنانيه وجاب خبرته كلاعب الى الاخاء ليكون مدرب فعلا عم يلفت الانظار بالبطوله. بالوقت يلي عيسى يعقوب بيلعب بهالكره العرضيه باتجاه لابراهيم بتبقى داخل ارض الملعب. ابراهيم خير الدين بشتتها لعند مهدي فحص بتروح على الجهه اليسرى موني ايضا مقطوعه. احمد عطوي كرة ملعوبة من ابراهيم ديوب لموني ايضا الخطورة داخل المنطقة. موني ممكن يلعب العرضية خطيرة جدا لو وصلت لادريسا كوياتي، لكن شوفوا شوفوا دور ربيع هوبري بقلب الدفاع. هالكرة اللي قطعها ما تتخيلوا قد ايه خطيرة، لو وصلت لادريسا كوياتي بالتأكيد كان راح يكون في كلام آخر. على مقربة كثير كان من مرمي لشاكر وهبي مع هشام رموش ما بيقدر يعمل كنترول. حجازي عم يحصل على الخطأ، مزعج جدا احمد حجازي صاحب التسع اهداف بدوري الفا لحد الوقت، رابع الهدافين طبعا مشاركة مع كريس تريميلو رونيون مهاجم التضامن الصور. بالاعاده مره جديده الخطا يلي حصل عليه من حسين دقيق، ومثل ما ذكرت الكسي خزاق ست اهداف، احمد حجازي تسع اهداف من اصل 21 هدف سجلوا الاخاء. اللاعبين كانوا عم يسجلوا 15 هدف، والصراع على لقب الهدافين راح يشتعل من جديد. موني 10 اهداف، حسن معطوه 11 هدف، خلف الحاج مالك وقريبين منه بالوقت يلي الكره عرضيه ملعوبه لداخل المنطقه، خطيره ايضا للاخاء، ما تستهونوا خطوره الاخاء على الاطراف، دائما بيلعب الكرات العرضيه الخطيره، سعيد عواضه بالوقت يلي الانطلاقه من يعقوب حاليا، يعقوب بيكمل بيلعب باتجاه حيدر، خطوره كثير كبيره ممكن تكون للعهد، حيدر شو ممكن يعمل؟ محمد حيدر على مشارف المنطقه بيلعبها لعند عيسى، عيسى بيحاول يمر من جديد لمحمد حيدر، صعبه صارت، صعبه صارت لانه ضيقوا المساحه، شوفوا ارتداد محمد ابو عتيق ومحمد حمود قد ايه بيصعب الامور، هن بيشكلوا خط الدفاع الاول بتشكيله الاخاء الاهلي عليه، ما بيخلوا ربيع هوبري واحمد عطوي يتلبكوا كثير بالمواجهه
المواجهات الفردية واحد واحد، بيتركوا له مهمة الكرات العرضية، الكرات الساقطة والكرات الهوائية إلى داخل منطقة الجزاء، بيهتموا بقطع الكرات على مشارف المنطقة بالمواجهات الفردية. واحدة بنروح عليها لحيدر مع الكرة العرضية، الكرة العرضية وبين يدي شاكر وهبي. الخطورة من جديد عم تكون بالكرات الأرضية الملعوبة سريعا فارس، وخصوصا عبر الاعتماد على الوانتو والكرات الأمامية اللي عم يلاقوا من خلالها لاعبي العهد تحديدا عيسى يعقوبو موني ومحمد حيدر بكثير من المناسبات. يعني عم يجرب فريق العهد يعتمد على الكرات القصيرة الوانتو ليقدر يوصل لمرمى فريق الإخاء الأهلي عليه، لأن بيعرف إنه الكرات الطويلة يعني بين محمد عطوي وبين المدافع اذا بدكم المغربي ربيع هبري راح تكون امور صعبه من ناحيه الكرات العاليه، وحارس متالق وراهن هو شاكر وهبي. للمصادفه هيك اذا بدكم فريق الاخاء يعني يلي هالموسم هو صاحب الرقم القياسي بعدد التعادلات، الموسم الماضي كان مثله مثل فريق الاجتماعي، اقل فريقين تعادلوا بالدوري مع تعادلين بس ب 22 مباراة، الإخاء أنهى الدوري بالمركز الثامن، وأيضا إذا بدكم الإخاء ب 22 مباراة الموسم الماضي حصد 29 نقطة، بينما لهلا الإخاء ب 17 مباراة قدر يحصد 28 نقطة، وهذا بدل أكيد إنه الموسم الحالي أفضل بكثير من الموسم الماضي مع المدرب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل. أليكس خزيقة على الكرة لتنفيذ هالركلة الحرة لداخل منطقة الجزاء، خمس لاعبين من فريق الإخاء بيدخلوا منطقة الجزاء، كرة بيبعدها نور منصور، مهدي فحص على الكرة، الخطورة موجودة، العطوي بيقوم الجمهور، بيحرك المدرجات مع التسديدة الصاروخية يلي كانت عالية سنتيمترات قليلة عن مرمى الجبل. مهدي خليل كرة كانت رائعة جدا بالإعادة، عم نشوفها، شوفوا هالتسديدة يلي مهدي خليل شاف وكأنه الكرة رايحة لمرميه، والله يستر كان لو الكرة صابت مرمى مهدي خليل نظرا للقوة وقوة التسديدة يلي كانت من اللاعب أحمد عطوي. عبد الوهاب أبو العيل وباسم مرمر بالمكان المخصص لهم، تعليماتهم للاعبين ما عم تهدى ابدا، بريسنج من لاعبين فريق الاخاء، احمد عطوي اللي برز سابقا مع فريق الاهلي صيدا بشكل كثير كبير، علي حديد بمرر الكره على المسطره رائعه للحيدر، محمد حيدر بيتقدم المايسترو وبيتعرض لخطا من ربيع هبري اللاعب المغربي اللي بيرتكب الخطا، الحكم اخذ قراره، لاعبين فريق العهد عم بيعترضوا والجهاز الفني بدهم انذار، مش بس خطا بدهم بطاقه صفراء، بينما فريق الاخاء عم بيعترض انه ما في فاول، وهذا كله ضغط عم بيكون على حكم المباراه الاردني الدولي محمد عرفه، واكيد الحكم ما راح يتاثر ابدا لا بالاخاء ولا بالعهد بالضغط يلي عم بيمارسوه عليه، بيعرف انه جاي يحكم مباراة يخلص المباراة يزيدها للسيفي تبعه ويرجع على الاردن. 21 دقيقة على بداية المباراة وفرصة لفريق العهد، سبع لاعبين من فريق العهد داخل منطقة جزاء فريق الاخاء الاهلي علي، محمد حيدر على التنفيذ بيلعب الكرة، كوياتي كاد يهز الشباك بس شاكر وهبي كان بالمكان المناسب، حارس ممتاز قدر يحمي مرميه من هدف الاول اذا بدكم بالمباراه، الركله الركنيه بتتنفذ ايضا داخل منطقه الجزاء، الخطوره موجوده طالما الدربكه بعدها مش لوقت كثير لانه احمد حجازي وأليكس خزيقة رح يسببوا مشكلة كتير كبيرة اليوم لدفاع فريق العهد، بس باسم مرمر بيعرف هالشيء وبيكون انتبه لهالنقطة بشكل واضح، 15 هدف من 21 يعني الخطة واضحة، سكروا المنطقة، ضغطوا على هاللاعبين، ما تخلون يتحركوا مثل ما لازم، وهيك الأمور بتكون بخير. رامي التماس لفريق الإخاء
يلي لهلا عم بيقدم مباراة كبيرة بالإعادة، تسديدة كوياتي وشاكر وهبي يلي هون بيبعد الكرة، بيبعد الهدف الأول عن مرميه. ما رح تتغير النتيجة، والشمس شربل أشرقت بهالوقت يعني على ملعب أمين عبد النور بحمدون. يعني فعلا البرودة يلي عم تحيط بمنطقة بحمدون منا موجودة أبدا على أرض الملعب. حماوة كتير كبيرة بهالمباراة من خلال الإثارة يلي عم تشهدها لحد هالوقت. علي حديد كان عم يحصل على الخطأ من أليكسي خزيا، ركلة حرة رح تكون للعهد. نور منصور بيلعب الكرة الأمام، إدريسا كوياتي عم يسقط، دفع كان واضح من ربيع هوبري المدافع المغربي. هيدا إدريسا كوياتي أمامنا على الشاشة، وركلة الحرة من محمد حيدر، تمريرة خاطئة عم تروح لعند سعيد عوضة. ايضا الكره موجوده عند احمد حجازي على الجهه اليمنى، والانطلاقه من حجازي. حجازي عم يحاول ينطلق على الجهه اليمنى بمواكبه من مهدي فحص، ايضا ابراهيم ديوب عاد ليساعد مهدي. حجازي بيحاول يمر، ما في اي خطا عم يقوله حكام اللقاء. مهدي فحص عم يقدر يحصل على الكره، مهدي عم يتقدم الى منتصف الملعب، التمرير الاماميه لكن مش لحدا، لربيع هوبري عم توصل بسهولة تامة لعند شاكر وهبي يلي فيه يشكر الإخاء على إبقاء النتيجة سلبية بعد التصدي الرائع كان لكرة إدريسا كوياتي. بالوقت يلي أليكسي خزيع عم يصل الكرة بمكان خطر، أليكسي عم يتقدم، الكرة على الجهة اليمنى لعند أحمد حجازي، الكرة العرضية جميلة جدا، نور منصور أمنها إلى ركلة ركنية للإخاء الأهلي علي. الركلة الركنية الأولى للإخاء الأهلي علي بعد الكرة العرضية الخطيرة جدا من أحمد حجازي، كان بانتظار هشام رموش. ممتاز الشغل يلي عمله أليكسي خزاقة وأحمد حجازي يلي عم نشوفه هون كان عم يسقط وعم يطالب بخطأ بعد مواجهته مع مهدي فعاص. الدقيقة 25 والركلة الركنية إلى يمينه لمهدي خليل على تنفيذها، أليكسي خزاقة بده ينتبه كتير منيح من أحمد عطوي، ربيع هوبري، هشام رموش يلي موجودين داخل منطقة الجزاء إضافة لمحمد أبو عتيق. أليكسي رح يلعب الكرة إلى داخل المنطقة، أليكسي خزاقة ما في أي رأسية من الإخاء، الكرة عم ترتد، كانت بدفاع العهد أيضا علي حديد عم يبعد الخطر بمساعدة محمد حيدر يلي عم يحصل على الخطأ، وصافرة الحكم الأردني محمد عرفة عم تمنع خطأ لمصلحة محمد حيدر. بالمناسبة يعني الحكم الأردني محمد عرفة هو يلي كان حكم مباراة الجيش السوري والمنامة البحريني ضمن المجموعة نفسها يلي بتضم العهد والزوراء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي، مش أول مرة بيكون موجود بالملاعب اللبنانية. أيضا بتذكر كان حكم مباراة ودية بين لبنان والعراق. بالوقت يلي الكرة أمامية ممتازة جدا من أليكسي خزيئة لأحمد حجازي، خطيرة جدا بتكون تكون الكرة داخل المنطقة، أحمد حجازي والكرة إلى خارج أرض الملعب. ممتاز ممتاز كان خليل خميس بالطريقة يلي حمي فيها الكرة، أحمد حجازي بمواجهة الفريق يلي فينا نقول أطلقه إلى الأضواء هو العهد. كتار هن اللاعبين يلي مروا بالعهد واصبحوا عم يتالقوا بالفرق اللبنانيه. الاسبوع الماضي العهد كان عم يواجه ايضا لاعب مر بصفوفه وهداف فينا نقول عنه بالمواسم الاخيره كان مميز، هو عدنان ملحم مع الراسينج. اليوم مواجهته عم تكون مع احمد حجازي. بالوقت يلي علي حديد عم يستلم على الجهه اليمنى منه لعند موني، علي حديد رح ينطلق، ممتاز جدا المرور عن نادر مروش، ايضا الكره العرضيه بين يدي شاكر وهبي صاحي تماما لكل الكرات العرضيه. شاكر وهبي سبع مرات حافظ على نظافه شباكه بدوري الفا هالموسم، ارقام بتحكي عن حاله بالنسبه للاعبي الاخاء وبالنسبه للفريق بشكل عام. مع الحمود بوسط الملعب، اللاعب يلي تعودنا نشوفه مع طرابلس مع الانصار بمركز الظهير الايسر، اليوم موجود بوسط الملعب مع الاخاء الاهلي علي مع الكره لاليكس خزاقه، وايضا كورنر ثاني للاخاء. ممتازه جدا نقله الكره السريعه والارضيه من الاخاء الاهلي علي، جمله ورا جمله كرويه عم يقدر يوصل باتجاه منطقه العهد. والكورنر الثاني هيدا مهدي خليل بده ينتبه كثير منيح، تسجد شباكه امام الراسينج واكيد بيامل انه ينسى الهفوه
وغلطة الشاطر كانت بالنسبة لمهدي. الوقت يا أليكسي من جديد عم ينفذ الركنية إلى يمينه لمهدي خليل، بيلعب الكرة داخل المنطقة، ومهدي خليل من دون أي مشاكل عم يلتقطها ومعها عم يطلق الهجمة الأهدوية. لما يبدو الحكم احتسب خطأ لمصلحة مهدي خليل، كان في مضايقة من قبل لاعبي الإخاء لمهدي، هو اللي عم بيحاول كان يلعب الكرة سريعا مع إبراهيم ديوب. نعم نتحدث عن أحمد حجازي، يعني الاسم الجديد بالمنتخب الوطني، كان تم استدعائه إلى جانب حسن بيطار مدافع تضامن صور إلى صفوف المنتخب الوطني. أيضا حسن شعيتو موني كان عم بيسجل عودة ضمن التشكيلية اللي أعلن عنها المدرب المونتينيغري ميودراج رادولوفيتش. نادر مروش عم يحاول يلحق بالكرة بسباق مع محمد حيدر وإلى رمي التماس للإخاء الأهلي علي. رمي التماس فاز لفريق الإخاء الأهلي علي اللي هلا بعد مرور 28 دقيقة على بداية المباراة، الند بالند سن بالسن إذا بدكم مع فريق العهد. مهدي فحص رائعة هالكرة لإبراهيم ديوب يلي بيسدد شو بدك بعد أكثر من هيك كرة بمواجهة المرمى على مشارف حدود منطقة الجزاء، لازم تصيب المرمى يا إبراهيم ديوب. سدد كرة عالية كثير بعيدة كثير عن مرمى شاكر وهبي، والفرص عم بتكون متكافئة إذا بدنا نعتبر من الطرفين. مهدي فحص أكثر من ممتاز، سدد على الأرض، سدد على يسار الحارس، بس ما تسدد بالعالي لأنه بالعالي ما راح يكون في هدف أبدا لفريقك. كرة حاليا مع علي حديد يلي عم بيلعب أيضا لإبراهيم ديوب، بس ما راح تقطع أبدا عن خير الدين. إبراهيم خير الدين وسعيد عواضة بيخسر الكرة، سعيد عواضة حسين دقيق، كرة 1-2 على الجهة اليسرى، فرصة لفريق العهد بين ايدين شاكر وهبي المتألق. شاكر وهبي اللي قدر يحافظ على نظافة شباكه 7 مرات مثله مثل مهدي خليل ايضا 7 مرات. شاكر وهبي يلي عم بيلعب الكرة امامية، عم بجرب بهالمباراة هشام رموش اللاعب المغربي، يعني يقول مش بس انت يا حجازي ويا خزاقة بتسجله، كمان انا بدي سجل، لانه 15 هدف من 21 على عاتق الثنائي اللبناني. هيك فينا نعرف تهديفيا بمرحلة الذهاب كيف ما كان ماشي الحال مع اللاعبين العراقيين، وكيف فريق الإخاء الأهلي علي فعلا يلي عم بيعتمد على لاعبينه اللبنانيين بشكل كتير كبير. رامي التميس بهالوقت عم بتكون لصالح فريق الإخاء الأهلي علي يلي راح ينفذ الكرة. لعبه إبراهيم خير الدين معه انذار من مباريات سابقة، انذار وحيد لهلا. تنتقل الكرة بهالوقت على الجهة اليمنى، هشام يتقدم بمرر داخل منطقة الجزاء، بس السد الأخير كان خليل خميس بهالسد يلي قدر يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. لمين هالتمريرة؟ تمريرة بعيدة ما فيها تركيز أبدا. الضغط برجع بقلكم النفسي على فريق العهد عم بيكون كتير كبير، بيعرف أهمية زيارته اليوم لبحمدون، أهمية العودة إذا قدر ب3 نقاط غاليين كتير. عبد الوهاب أبو الهيل ما عم يهدى أبدا من بداية المباراة، تعليماته للاعبين، تعليماته لفريقه لا يهجموا. سعيد عواضة لا يضغطوا لا يعملوا شيء. سعيد على الجهة اليمنى بيتقدم، بيخسر كرة سعيد من الدقيق، ترجع بتنتقل مع محمد حيدر، محمد حيدر بمرر أمامية لكوياتي وعطوي يلي بيتدخل ليبعد الكرة. بكأس النخبة الفريقين التقوا مرة واحدة بس، كان العهد عم بيفوز، وبمنافسات كأس لبنان بتاريخ مواجهاتهم 3 مرات، مرتين العهد ومرة فريق الإخاء الأهلي علي. هيك إذا منطلع تاريخيا منشوف فريق العهد بالأرقام بعيد كتير عن فريق الإخاء الأهلي علي، بس ما فينا نقول التاريخ لأنه التاريخ هو اليوم، هو هيدي المباراة المهمة كتير. كرة حاليا مع إبراهيم ديوب على الجهة اليمنى لعند حسين دقيق،
حسين دقيق برجعها لعيسى يعقوبو. الحكم بيعطي الخطأ، بيعطي الفاول، يحتسب حاليا ركلة حرة لصالح فريق العهد. 13 الإخاء، 4 العهد. هيدي الأخطاء من بداية المباراة، خطأ واضح كان لصالح حسين دقيق. وعلى التنفيذ دائما الكرات الثابتة الاختصاصي محمد حيدر. محمد حيدر يلي بيتقدم وبنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء، بيبعدها عطوي بشتتها الدفاع، الخطورة موجودة بترجع مع حيدر. حيدر على الجهة اليسرى بمرر لموني، موني موني لحيدر، حيدر بيدخل منطقة الجزاء، ما في شيء أبدا، كرة لخارج الملعب وركلة مرمى لصالح فريق الإخاء الأهلي علي. 33 دقيقة على بداية المباراة بالإعادة، نرجع بنشوف هيدي الكرة والاحتكاك يلي صار، ما في ابدا 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 ركلة جزاء بنالتي. شاكر وهبي على التنفيذ بيلعب الكرة عالية، في بهالكرة بيقدر ينجح هشام رموش انه ياخذها. احمد حجازي، احمد حجازي، احمد حجازي بيسدد، احمد حجازي وكيد لحجازي يهز الشباك، كاد الحجازي يسجل هدفه العاشر، كاد يخلي لاعبي فريق العهد يبلشوا يفكروا بغير طريقه، لانه لهلا المباراه ما عم بتكون ابدا مثل ما بده ومثل ما بيتمنى فريق العهد، لانه السيطره الميداليه عم بتكون متكافئه والفرص متكافئه والنتيجه التعادل. كره داخل منطقه الجزاء، مطالبة من فريق الإخاء بركلة جزاء بنالتي. شرب ال 34 دقيقة والنتيجة على حاله. عم نعرف أكثر من نهاية الشوط الأول، والإخاء بعده عم يصعبها على العهد، لابل عم يهدد مرمى العهد. شفنا بالإعادة الفرصة اللي كانت لأحمد حجازي، لولا ارتداد نور منصور والدفاع الأهداوي كان ممكن نشوف هدف أول بمباراة اليوم مع أحمد عطوي. على رمي التماس من جديد، كرة باتجاه هشام رموش، هشام بيحاول يمر انما الكرة عم تروح لعند ابراهيم ديوب يلي انتقل الى الجهة اليمنى. محمد حيدر محاصر بين ثلاث لاعبين وعم ينجح انه يحصل على خطأ من محمد ابو عتيق. ايضا ابو عتيق لاعب سابق بصفوف فريق العهد. نور منصور بالوقت يلي عم نشوف الإعادة، الكرة يلي كان فيها أيضا خطورة لو مرت لأحد لاعبي الإخاء. حيدر بوسط الملعب، كرة مقطوعة لعند حمود، محمد حمود لهشام رموش، ومن جديد الكرة مقطوعة إلى رمي التماس للإخاء. عم يقدروا يضبطوا طرفي الملعب بهالوقت العهد، ومنهم عم يحاولوا ينطلقوا بالهجمات المرتدية أكيد بمساعدة محمد حيدر يلي عم يكون موجود بالعمق دائما وبالوسط بمركز صناعة الألعاب تحديدا. نادر مروش على رمي التماس لأبو عتيق، فلسطيني بيحاول يحطها قدام لأليكسي خزاقة. حيدر، سعيد عوادة، أيضا محمد حمود، هشام رموش، وخليل خميس عم يقطع بالرأس. مباراة جيدة لخليل لحد الوقت، قادر يسيطر على كل الكرات العالية، وعم يترك لنور منصور مهمة المواجهات الفردية مع أليكسي خزاقة. عارفين كل واحد دوره على أرض الملعب لاعبي العهد، هيدي واحدة من نقاط القوة عند الفريق الأصفر. مع إبراهيم ديوب، إبراهيم علي حديد، محمد حيدر، الكرة رح تكون عهدوية بعد هالخطأ أيضا على حيدر. محمد عرفة عم يطلب تنفيذ الكرة من مكانها المناسب أو الصحيح. محمد حيدر على التنفيذ، شاكر وهبي بتعليماته. صحيح حيدر بعيد عن المرمى، لكن بلحظة العهد ممكن يقدر الإخاء. هيدي الكرة الأمامية لإدريسا، بحاول يحولها برأسه لعند إبراهيم ديوب، أيضا مقطوعة من أحمد عطوي. نادر مروش وربيع هوبري التشتيت، عيسى يعقوبو، ابراهيم ديوب، ايضا هشام رموش بالمجهود الدفاعي. صراع كثير كبير على الاستحواذ على الكره
بمنطقة الوسط، ولا فريق عم يقدر يحتفظ بالكرة لوقت طويل بالوقت يلي مهدي فحص عم يحصل على الخطأ والإنذار على أحمد حجازي. أكثر اللاعبين تعرضا للأخطاء إلى جانب محمد حيدر بفريق العهد بمباراة اليوم هو مهدي فحص، يلي عم يتسبب بحصول أحمد حجازي على إنذاره الثاني بدوري ألفا. الركلة الحرة على العدوية، إذن التعادل على الصعيد البطاقات والتعادل بالنتيجة هو السلبي دائما بافتتاح المرحلة 18 بدوري ألفا. مهدي فحص بيلعب الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، لكن صعب يا مهدي، صعب يا مهدي، لوين لوين هالكرة إلى خارج أرض الملعب. ذكركم انه بكره صفا انصار على ملعب امين عبد النور بحمدون الساعه 3 الى 3 مباشره عبر ام تي في. السبت الاصلاح بيستضيف الراسينج 2:15 بملعب صور، وايضا طرابلس بيستضيف النبيشيت بنفس التوقيت بملعب طرابلس ملعب رشيد كرامي البلدي. محمد عرفه وانذار شفهي لشاكر وهبي لعدم اهدار واضاعه الوقت. الاحد تضامن صور شباب عربي 2:15 بصور ايضا، والاحد ختام المرحله بمباراه السلام صغرتا والنجم الساعه 4 بمجمع صغرتا الرياضي بالمرداشيه. ايضا بتذكر ان مباراه النبيشيت والصفا المؤجله من المرحله ال 17 بسبب تراكم الثلوج بملعب الفريق البقاعي رح تقام ب 9 اذار المقبل الساعه 2:15 على نفس الملعب الوقت يلي حاليا. ابراهيم ديوب، ابراهيم الكره لعند ابو عتيق بتروح لعند محمد حيدر، حيدر بحركها لعند مهدي فحص، موني هو يلي عم يستلم حاليا دقيقة رح يزيد ممتاز جدا الاوفر راب من دقيقة اللي بيحاول يلعب العرضية ومجددا إلى خارج أرض الملعب. بالإعادة مرة جديدة الركضة يلي عملها دقيقة ممتازة جدا خلى موني يقدر يطلع الكرة تحت الضغط، لكن الكرة العرضية ما قدر ينجح فيها لأنه سعيد عواضة كان عم يرتد بالوقت المناسب ويوقف انطلاقته للدقيقة. قربنا من الدقائق الخمسة الأخيرة. شاكر وهبي الكرة الطويلة وعيسى يعقوب ملك الكرات الهوائية بمباراة اليوم، وأيضا الخطأ عم تزداد الأخطاء بأواخر الشوط الأول. هيدا سعيد عواضة لاعب التضامن صور السابق سجل أول أهدافه بالدوري بالمرحلة الماضية أمام التضامن نفسه مع مهدي من لعند عيسى يعقوبو. ايضا حسين دقيق، مهدي فحص من جديد لموني، ادريسا كوياتي، مهدي من جديد لحسين دقيق. ممكن نشوف الخطوره بهالكره العرضيه، دقيق بيلعب الكره داخل المنطقه خطيره جدا، ومن جديد دفاع الايقاع فارس يعني فعلا عم يعمل شغل كثير كبير على الكرات العرضيه تحديدا احمد عطوي وربيع هوبري. يعني هيدا اللي كنا عم نقوله من بدايه المباراه، الكرات العاليه رح يلاقي مشكله كثير كبيره فريق العهد فيها، خاصه مع العطوي مع الهوبري، بس عم بجرب فريق العهد يخترق عن الجهه اليسرى عن الجهه اليمنى سعيا لتسجيل الهدف الاول بالمباراه. اذا بدنا نطلع الاستحواذ على الكره فريق العهد افضل بمنتصف الملعب، بس الخطوره يعني فينا نقول على المرميين عم بتكون خطوره كبيره. كره اماميه حلوه كثير لعلي حديد، علي حديد بيدخل منطقه الجزاء بمرر والعطوي بيبعدها بالوقت المناسب، الهوبري بشتتها، فرصه لفريق العهد، الخطر موجود، علي حديد بيتقدم على الجهه اليمنى، علي حديد وبيتعرض لخطا واضح هالمره علي حديد من اللاعب ربيع هوبري اللاعب المغربي اللي هون بيحصل على خطأ فريق العهد. بده يجرب فريق العهد يدخل غرف الملابس ومتقدم بهدف، إذا نجح بهالشيء بالإعادة عم نرجع نشوف الخطأ يلي كان من ربيع هوبري ومن نادر مروش اللي كان قريب على الكرة. ركلة حرة مع محمد حيدر، الأخطاء عم بتزيد، إذا بدكم العصبية عم ترتفع أكثر وأكثر بمحمدون مع اقتراب نهاية الشوط الأول من هالمباراة يلي عم تجمع الإخاء الأهلي علي وفريق العهد متصدر ترتيب دوري ألفا. محمد حيدر على التنفيذ بيتقدم، محمد حيدر بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء بتوصل للاعب السنغالي
ابراهيم اديوب، ابراهيم اديوب بيرجع لعند مهدي فحص، مهدي فحص بيرفع داخل منطقة الجزاء. خليل خميس في خطأ، في خطأ خليل خميس في فاول. أليكسي خزاقة سريع كتير، معه مهدي فحص بيبعد الكرة لخارج الملعب. فريق العهد على الاحتياط، علي السعدي، محمد قدو، حسين منظر، أحمد زريق، هيثم فعور، سمير أياس، لاعبين من العيار الثقيل موجودين على مقاعد الاحتياط. أكيد رح نشوف الزريق بالشوط الثاني. كرة هون خليل خميس عم بيبعدها، كمان 10 على 10 لهلا دفاعيا هاللاعب. هيثم فعور بلم الكرة وبمررها لأبو الهيل. أبو الهيل واحد من أبرز اللاعبين يلي مرقوا بالفوتبول اللبناني من ناحية لاعبين عراقيين. الأستاذ أكرم الشيب النائب يلي عم يتابع المباراة من سطح الملعب، لأنه الرؤية من هون أجمل، وهيدا معه حق فيها. كرة هون مع موني بمررها، خزاقة بخدها، بجرب يمرر بطريقة حلوة لحجازي يخطف الكرة. مهدي فحص لكوياتي، كوياتي عم بيقدم مباراة جيدة اليوم. ٤٣ دقيقة ونص والشوط الأول يلي الشرف إذا بدكن على نهايته، والاحتكاك الغاني المغربي موجود، وهذا احتكاك طبيعي بعالم كرة القدم. علي حديد من حديد هاللاعب بيتقدم، علي حديد بمرر لموني، موني صاحب الفنيات العالية، ترجع لعند محمد حيدر لمهدي، مهدي فحص بيتعرض لخطأ واعتراض كبير على صرخة الخطأ، يعني ما بدها هالقد، بس الأخطاء خلينا نشوف 20 الإخاء، 5 العهد. إبراهيم أديوب بمرر لكوياتي، كوياتي بيخسر الكرة، وقربنا شربيل على نهاية الشوط الأول، النتيجة ما زالت التعادل السلبي. ورقم الأخطاء فارس فعلا بدل على مدى الروح الإيطالية اللي عم يلعب فيها الإخاء اليوم بمواجهته مع العهد. 20 خطأ بالشوط الأول مقابل 5 أخطاء فقط ارتكبوا العهد، يلي حاليا عم يهاجم مع إبراهيم أديوب، بحاول يعكس الأرضية وإلى ركلة ركنية. هون مطالبة مهدي فحص كان بالخطأ بمواجهة سعيد عوادة، حتى سعيد عوادة مستغرب كان. هيدا الكورة رقم 4 للعهد، وثواني قليلة وبيخلص الوقت الأصلي بالشوط الأول. محمد درويش راح يرفع الوقت المحتسب بدل عن ضائع يلي متوقع أنه يكون دقيقة فقط لغير، مع الكرة العرضية ملعوبة من حيدر لداخل المنطقة، مقطوعة من هشام رموش، الكرة ملعوبة للأمام باتجاه الحجازي، والدقيق على مسار عم يقطع الصراع حاليا الرأسي والهوائي، عم يحسموا مين؟ عم يحسموا مهدي فحص، والفحص عم يصعب أكثر وأكثر، والامتحان الصعب يلي عارف العهد أنه كان واصل لإله اليوم ببحمدون عم بيواجهه مع الإخاء يلي عم بيهاجم حاليا. سعيد عواضة على الجهة اليمنى بيلعب الكرة العرضية، وعلي حديد كان موجود ليقطعها، علي حديد عم يقطعها وما عم ينطلع عيسى يعقوبه من جديد. دينامو خط الوسط محرك وسط العهد، ما في إلكن كم حصان عيسى يعقوبو، انه فعلا اللاعب بفوق الوصف من ناحيه المجهود البدني الرهيب يلي بيعمله على ارض الملعب. هيدا عيسى هو يلي عم يستلم، حسين دقيق بتروح لمهدي فحص لابراهيم اديوب، ايضا كره اماميه خطيره جدا، ممكن هدف اول. لا 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 ما معقول، ما معقول، ادريسا كوياتي بالفرصة الذهبية بالثواني الأخيرة كان في يوضع نهاية سعيدة للشوط الأول بالنسبة لها. شوفوا تمريرة ابراهيم اديوب، روعة عليك جبتك يا ادريسا، صاحب السبع أهداف، ثاني هدافي العهد بالدوري، عم يضيع واحدة من أخطر الفرص، أثمن الفرص وأغلاها بالنسبة للعهد، ما كان حدا قريب قدك من المرمى، لكن كرتك كانت بعيدة كثير يا إدريسا كوياتي، والعهد ابتعد عن التقدم مع نهاية الشوط الأول بهالفرصة الضائعة للمهاجم الإيفواري. الشوط الأول إذا مشاهدينا عم ينتهي بالتعادل السلبي على وقع صافرة محمد عرفة الحكم الأردني. كتار الحكي يلي راح يكونوا عند باسم مرمر
وعبد الوهاب ابو الهيل فارس بين شوطي اللقاء. واكيد الشوط الثاني راح يكون واعد، شوط اول شفناه مليء بالفرص. على كل حال خلينا نروح بلكي الى فاصل اعلاني، ومن بعدها اكيد مشاهدينا نرجع الى بحمدون لمتابعه الشوط الثاني من لقاء الاخاء والعهد.